بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، نظم النادي يوم أمس السباق 18 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين والكويت وكؤوس شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز وكأس النادي الملكي للغولف وكأس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالسخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وممثلو الجهات الراعية وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تسلم سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل كأس النادي الملكي للغولف من السيد كريستوفر المدير العام للنادي الملكي للغولف بعد فوز الفرس صفوة لاستبلات سموه بالشوط الثاني للسباق، فيما قام السيد محمد ملك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين والكويت بتقديم كأس البنك للشوط الأول إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وكأس البنك للشوط الثالث إلى المدمر الفائز يوسف طاهر، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة. كما قام الدكتور أحمد الكعبي مدير الشؤون الإدارية بشركة غاز البحرين الوطنية بنغاز بتتويج الفائزين بكؤوس الشركة، حيث قدم كأس الشوط الرابع إلى عبد الله الزري، وكأس الشوط السابع إلى الفارس الفائز روبرت تارت، وكأس الشوط الثامن إلى مهدي صلاح مهدي. وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.